ميت مظلوم، اخويا ميت مشاهدين طبعاً من بشر من مصر كل مكان. معانا دلوقتي مقتل ضحيه لقمه العيش الشاب مصطفى. انا اخويا يموت بالطريقه دي انا مش قادره استوعبها. ليه؟ ايه اللي عمله؟ ايه ذنبه؟ ايه الذنب اللي هو عمله؟ طب ليه مصطفى؟ اشمعنى مصطفى؟ انا عايزه كل واحد كان هناك في المكان ده يتحاسب، كل واحد قتل ما قتلش الكل يتحاسب، الكل مشاركين في دم مصطفى، واللي شاهد زوره ضيع حق مصطفى كمان يتحاسب. انا عايزه كل واحد قصر في حق مصطفى وحاول ان هو حق مصطفى يضيعه يتحاسب. انا بطالب بمحاسبه الكل، انا عايزه حق مصطفى بس مش عايزه اكتر من كده. حد من الناس اللي كانوا حاضرين في الواقع حضر الجنازه بتاعته؟ يا هم سابوه سقف دم، دي اول حاجه. لا هم خافوا بعدين ما راحوش اصلا الجنازه. لا هم الجنازه لا ده هم خافوا في اللي مشي وفي اللي هرب. لا خافوا محدش ايه حبوش ان اسمهم يجي في الموضوع يعني. لا لا ولا خافوا من العيله يعني. لا احنا لحد النهارده مفيش تواصل اصلا مباشر بينا وبينهم، كلها بقى في ناس وسيطه بينا وبينهم، هي اللي بتتفاوض معانا ويعني النقاش والكلام بينا وبينهم زي كده، انما مفيش حتى ما جوش لا عزا ولا اي حاجه، مش تواصل مباشر بينا وبينهم. اخوك الوحيد ولا ليه في اخوات؟ لا في اخوات تاني معايا، اخوتي التاني ومعايا بنت، انا اختي الكبيره. ليه ليكوا اخ تاني؟ ليه ولدين تاني اخوات. طب بتحملوا الموقف ازاي؟ والله هم دلوقتي شايفين ان هم يعني يعتبر ظهرهم في الدنيا خلاص. يعني اخويا الكبير ظهري، انا كنت بمشي في كل مكان انا اخو مصطفى، انا اخويا مصطفى اخ كبير ليا، يعني الكلمه دي اتحرموا منها، هم اتحرموا من اخوهم الكبير اللي هو بيقف معاهم، اخوهم يعني يعني مرتبة الاب ليهم كل حاجه، الاخ والصاحب وكل حاجه بالنسبه لهم. والده عايش؟ والدي عايش. بس مصطفى كان دايما بيحب يعتمد على نفسه وينزل الشغل. مصطفى من الشغل من صغره وهو بيشتغل مصطفى على طول، واصحابه وليه معارف كتير والناس كتير. مصطفى كان معروف، كان محبوب جدا وكل حد اتعامل معاه، ما فيش حد اتعامل مع مصطفى الا وشهد له بالجدعنه وكل حاجه كويس. يعني ما فيش كلمه اتقالت في حق مصطفى بعد ما توفى. يعني احنا فوجئنا بكم الناس اللي تعرف مصطفى، احنا ما توقعناش ان اخويا ليه يعني محبوب بالطريقه دي الا بعد ما توفى. كان مجهول في الارض بس محبوب في السماء. يعني جنازه اخويا جنازه شهيد بمعنى الكلمه، كانت زفه. انا اخويا الزف الطرف، انا مشيت في زفه اخويا. احكي لنا ايه اللي حصل في اليوم ساعتها في يوم الواقعه، يعني احكي لنا تفاصيل اليوم كله اللي وصل لك واللي عاش معاك مصطفى. هو مصطفى الله يرحمه في نفس اليوم ده العصر رن على والدتي طلب منها حاجات، وبعد كده بعدها بساعتين رنوا اصحاب مصطفى قالوا ده مصطفى ضرب النار، فاحنا ما استوعبناش. هو لسه مكلمنا من ساعه يعني، بس ازاي ده هو في شغله؟ طب هتضرب عليه نار ليه في شغله؟ واحد شغال هتضرب عليه نار ليه؟ بعد كده عرفنا ان هو اتوفى، يعني ضرب عليه نار واتوفى كمان. طب هو شغله كان ايه بالظبط؟ كان شغال عامل في محضر، ما كانش سواق. بس بقى يعني صدمه اكبر من صدمه، يعني كل حاجه جت فوق بعضها. يعني احنا من يوم حادثه مصطفى واحنا حاسين ان احنا في دنيا غير الدنيا اصلا، يعني اللي احنا فيه ده كله ولا كنا نتوقعه، مش مستوعبين اللي بيحصل لنا. احنا بنتخبط وبنقوم وبنتخبط وبنقوم لاجل حق مصطفى. احنا يعني احنا منهارين، احنا في حالة صعبة جدا، بس بنقف على رجلنا عشان نجيب حق مصطفى. لازم حق مصطفى لازم يجي مهما كان الثمن، تعب بقى جهد ايا كان، ده لازم حق مصطفى يجي عشان مصطفى ما يستاهلش اللي حصل فيه ده كله. انت قلت اللي ضربه بالنار صاحب الشغل، هما اصحاب الشغل كانوا موجودين وكان معاهم سلاح، بس احنا ما نعرفش مين اللي قتل مصطفى، مش عارفين مين القاتل لحد دلوقتي. يعني لحد دلوقتي ما تعرفوش مين اللي ضرب نفسه؟ لا ما نعرفش مين القاتل، احنا عايزين نعرف القاتل ويتحاسب. من قتل يقتل ولو بعد حين. طب الطب الشرعي قال لكم ايه؟ الحكومه تقرير الطب الشرعي، هو تقرير الطب الشرعي وصف اللي حصل لمصطفى ان هو اخذ ضربه رصاصه في ظهره اثر الظهر،
عمودية لفوق تحت لفوق خرجت من من الرئة اليمنى، عملت نزيف دموي غزير، بس ما حددتش نوع الرصاصة ولا حددت السلاح اللي مصطفى اتضرب بيه. فده كان صعب جدا بالنسبة لنا، يعني تحديد النوع السلاح ده مهم جدا في القضية. فيعني القضية فيها ملفات كثيرة خالص، فيها صعوبات، يعني القضية صعبة محتاجة مجهود، واحنا معاهم للآخر. يعني حضرتك ابن عمه صح؟ ممكن تحكي لنا كان علاقتك بيه بمصطفى كان عامل ايه في الشغل بالنسبه للناس اللي كان شغال معاها؟ في بينهم مشاكل الكلام ده؟ لا ما فيش اي مشاكل. الراجل ده كان راجل مش حمدي، ملوش اي علاقه بالموضوع ده. يعني هو الراجل ده مش حمدي، ما عليه غير ان هو يشحن الدوره ويعمل كوبايه شاي، ملوش دعوه باي مشاكل في الارض. هما الناس دول بنصحهم ان هو قال له تعالى احنا رايحين شغل جديد، طبعا لا يعرف ايش اللي جديد ولا هو رايح فين. السواق طبعا صحى له تعالى مصطفى، راح الشغل الجديد اتفاجئ طبعا ان في ارض لسه هيروحها جديده، في مشاكل على الارض دي طبعا. نزل على العمامه، السواق نزله طبعا، نزل على العمامه ما يعرفش اي حاجه. اول ما نزل للطرف الثاني طبعا ضرب عليه النار، تردد اطلاق النار، راح مصطفى وحيد. يعني الارض اللي كان رايحينها اصلا عليها مشاكل. الاراضي دي شمال، هم مش بيشتغلوش مش بتصريح ولا باي حاجه. الاراضي هم سرقه زي نظام سرقه. ايوه هم راحوا اشتغلوا، نزلوا طبعا قال لك ندي مصطفى طلقه في رجله. هم دي الخطه اللي هم كانوا راسمينها، يعني يدوا طلقه في رجله عشان يثبتوا حاله على الناس الثانيه. يمشوا الطرف الثاني. الطلقه بدل ما تيجي في رجله جت في ظهره وتوفى طبعا، بدل ما يسعفوه طبعا ما اسعفوش وطلع يجري. جه طرف تاني ملوش دعوه بالمشكله، راح جه طلع فوق اللودر جابه نزله حط في عربيه واحد من الناس اللي هم كانوا موجودين. الناس طبعا خدوه، بس بعد ايه؟ بعد ما دمه اتصفى ومات. يعني هو توفى في وقتها على طول. توفى في اللودر، سابوه لغايه ما دمه اتصفى. بس هو كان فين كل ده؟ طبعا راح على الاستقبال هناك. عبال ما راح على الاستقبال كنت مستنيهم هناك، كان في حد رن عليا على الاطراف اللي كانت موجوده، رن عليا رحت على الاستقبال. جم نزلوا من العربيه، فضلوا واقفين جنب العربيه، محدش جه ياخده، عارفين ان هو ميت طبعا. احنا جه شلناه دخلناه على الاستقبال جوه، طبعا كان متوفي، قالنا ان هو متوفي. بعد كده رحنا بقى خدوه على المشرحه طبعا. بعد كده خدوا عمي على اسم الشرطه طبعا، عمي ما كانش يعرف اي حاجه تفاصيل القضيه خالص. قال لهم ان هو كان شغال مع الناس اللي هو كان شغال معاهم. السواق طبعا طلع على البيت غير هدومه، كلام لا يعقل طبعا. اكيد. بعد كده راح على اسم الشرطه طبعا. واحد زي ده المفروض ان هو يتقى عليه في التحقيقات، ما حصلش كل ده. السواق قال لك ان احنا مش شغالين مع الناس اللي هم شغالين معاهم اساسا، شهاده زور. قال لك ان احنا مش شغالين معاهم، مصطفى ده لسه شغال معانا من قريب، هو كان شغال معاهم بقاله سنه. شاهد زور، احنا عايزين الشاهد ايه؟ يعني هم مظبطين الناس اللي راحت الشاهد. مظبطينهم. طبعا بوظ القضيه، وهو قال لك ان هم كان في ناس كانت بتضرب عليهم من فوق الجبل. الناس اللي كانت بتضرب عليهم من فوق الجبل دي بتضرب من فوق. يعني المشكله بعد عنهم هم اصلا. الناس اللي بتضرب عليهم، بس اتفاجئنا طبعا ان هو كان في تبادل اطلاق النار، وكان ان هم عاملين العده اساسا ومجهزين ومنزلين اللودر ومجهزين السلاح طبعا. واول ما نزل اللودر الجماعه التانيين الطرف التاني ضرب عليهم نار، طبعا دول ردين عليهم بالنار، ردوا عليهم بالنار، وفي واحد غلبان قاعد تحت في اللودر مات طبعا. وكنا مستنيين تقرير الطب الشرعي، اول ما تقرير الطب الشرعي طلع طبعا، طلع لا حد ولا حدد نوع السلاح طبعا، ما حددش اي حاجه. تقرير الطب الشرعي قال لك ان واخد طلقه من تحت لفوق في منتصف الظهر فوق الحلمه اليمنى. السواق كان بيقول لك ان هم كان بيضرب عليهم من فوق الجبل، يعني الطلق جاي من فوق لتحت. واحنا عايزين نعرف مين اللي قتل. يعني كده حتى الطب الشرعي مش مديكم مش معرفكم حاجه. مش معرفنا اي حاجه. بيقول لك ان اللي قتل من فوق الجبل، يعني هم الشهود اللي هو السواق قال لك ان اللي ضرب من فوق الجبل. طب اللي ضرب من فوق الجبل ازاي؟ وتقرير الطب الشرعي بيقول لك ان الطلق جاي من تحت لفوق. يعني كده معنى الكلام ان الضرب كان واقف وراه، كان واقف وراه مش قدامه. ايوه احنا بنطالب بانتداء قاضي تحقيق وحاجات جديده طبعا، وفي شهود المفروض تيجي. بنطالب ان حسن عبد الله
يستدعوه تاني في النيابة. مين حسن عبد الله؟ اللي هو السواق اللودر. اللي هو ما نزلش في اللودر اساسا، اللي هو نزل مصطفى، اللي هو مش حمدي، اللي هو ملوش ان هو يسوق اساسا، اللي هو اصلا مش شغلانته اصلا، مش شغلانته اصلا يجيب مش حمدي. اللي ركبوا اللودر خدوه طبعا كبش فت، طبعا الناس دي طبعا ناس تقيلة واصحاب نفوذ طبعا، خدوه قال لك اهو يديله طلقة في رجله، طبعا طلع بدل ما تيجي في رجله جت في ظهره اتصفى ومات. اول ما حصل اللي حصل سابوه كل عيب. هو الراجل اللي كان شغال عنده سمعت انه كان عضو في البرلمان سابق. حصل. مشاهدين ومتابعين باشا من مصر كل مكان، النهارده احنا قدام جريمه قتل بشعه تهز القلوب. مصطفى شهيد لقمه العيش، ضحيه لجريمه قتل ماساويه، والسبب صاحب الشغل. وشكرا مشاهدينا ومتابعينا البشر الناس في كل مكان.